منذ عام 2014 نزح نحو 6 ملايين عراقي من 6 محافظات إثر اجتياح داعش الإرهابي لمناطقهم وسيطرته على نحو ثلث مساحة البلاد. ورغم عودة بعضهم في السنوات التي أعقبت استعادة القوات الأمنية السيطرة على مناطقهم، فإن كثيرين ما زالوا يقطنون مخيمات في كردستان وبزيبز ومناطق أخرى، ولا يستطيعون العودة إلى ديارهم لأسباب بعضها يتعلق بالوضع الأمني وعدم توفر الإمكانيات المادية لبناء منازلهم المهدمة والمحروقة بفعل الإرهاب والعمليات العسكرية، وأسباب أخرى تكمن في منع جماعات مسلحة عودة الأهالي إلى مناطقهم الأصلية ودورهم. وقبل أيام قليلة من تنفيذ قرار إغلاق مخيمات النازحين نهائيا نهاية الشهر الماضي، أعلنت الحكومة تأجيل الموعد بسبب الإخفاق في تنفيذ خطة العودة وعدم توفير الخدمات اللازمة التي تحتاج إليها مناطق النازحين الأصلية، وسط تأكيد لجنة الهجرة النيابية على أن إغلاق ملف النزوح يحتاج إلى 2 تقريبا حتى تتم تهيئة المستلزمات اللوجستية، فيما لفتت إلى أن الخطة المرسومة لعودة المهجرين إلى ديارهم لم تكن بالمستوى المطلوب. وقبل نحو 3 أشهر قالت اللجنة النيابية إن أعداد النازحين الموجودين داخل وخارج المخيمات في عموم البلاد تتراوح بين 800 ألف إلى 1 مليون شخص، وبحسب إحصاءات رسمية لا يزال نحو 37 ألف عائلة نازحة في المخيمات يتوزعون على 26 مخيما ضمن إقليم كردستان، غالبيتها العظمى في دهوك وأربيل، كما توجد مخيمات للنازحين في بغداد وعند تخوم الأنبار ونينوى. 10 سنوات على رحلة النزوح وما يزال عشرات الآلاف من العراقيين غير قادرين على العودة إلى مناطقهم لأسباب أمنية أو خدمية، منها سنجار في نينوى وجرف الصخر في بابل ومناطق في صلاح الدين وغيرها، ما يؤكد حقيقة أن معاناة النزوح الداخلي في العراق لا أمل بانتهائها قريبا. فرغم إيحاء الحكومة بذلك مرارا، فإن العديد من العوائق تمنع العودة، منها استغلال هذا الملف سياسيا أو بسبب دمار المناطق أو منع النازحين من قبل قوى متنفذة.